ومع ذلك بقدموا في مستوى رائع جدا جدا، بالذات في حتة الانضباط التكتيكي. يعني بيلعبوا بتنظيم دفاعي محكم، محاور قدام الدفاع، بيرهقوا الخصم ارهاق شديد جدا جدا، بيخلوه يستنفذ طاقته في الهجمات، وبيعتمدوا على الهجمه المرتده السريعه، وسريع جدا جدا. حتى لو تلاحظ انه جون الاول في الهلال فيرست تايم، يعني ما ثبتوها خالص، يعني اتقطعت دب في الجون في الشبكه. فالسرعه في التحول من الدفاع الى الهجوم مع ضرب الكوره من اللمسه الواحده، يعني حتى اتاحت لهم كم فرصه، يعني كان لو استثمر الصح يمكن كان طلع بال3 نقاط مش النقطه بس. لكن هم الان بالنتيجه دي زي ما قال اخونا عربي، دخلوا صراع الاول والثاني في اثاره. يعني الليله لو كان انتصر الهلال حيكون 5 نقاط، حيجي مرتاح، ما حيكون في اثاره في الاشواط النهائي الامتار النهائيه تحت الدوري. فالان الدوري بقى في يد الهلال، زي ما قال عربي برضه، بيدي لا بيد غيري. الهلال لو عاوز احتفظ بالبطوله والصدارة يفوز في مباراته الباقية كلها بغض النظر عن النتائج الثانية. طيب أنت بتتوقع أنه الهلال ممكن يفوز حسب استقرائك للواقع متابعتك للهلال؟ والله الهلال يعني أداؤه مذبذب. ليه؟ لأنه من ناحية نفسية بترشي، ما في إعداد نفسي للعيبة. أضف إلى ذلك يعني الكوتشي خالد بخيط محرمنا اليوم كلاعب، ما التشكيلة لغاية الآن ما بيضح تشكيلة مضبوطة أو المناسبة تأدي له مباريات.